أنا ما تدخلت ولا تطرقت الموضوع أبو صالح وأحمد العديم واللي صار بينهم واللي أنا كل اللي أبغى أتكلم فيه الناس ذي اللي تقعد وتتكلم على أحمد وتقول أنت مالك شنب وأنت ليش كذا أمرط وأنت يا ما شفنا أشناب والله ما عندهم ما عند جدتي أشناب أعرفهم والله يخافون من القطو لو تطلع عليه قطو بسة هج. أنا ما تطرق لنور أحمد وأحمد ما حلف على القرآن وتكلم إلا هو شايف شيء وعارف شيء ما لي دخل أنا بالموضوع أبو صالح وأحمد أنا موضوع الناس اللي تتكلم على أحمد ويقولون أنت ما تنبت لك لحية وأنت ما تنبت لك كل هذا علشان أنهم حادين على أحمد لا ما لا أعرف ناس والله العظيم شنبه كذا ها وما ودي أتكلم ما ودي أقول تعرفون الحر يفهم مش قصدي أشناء أو ناس والله العظيم أمرط على قولتكم وأنه نعم وكفو بس والله أنا ما أحب أني أتطرق للأمور واللي صار بينهم واللي أعتقد أن الرسالة وصلت بس والله